هالو جايز، مساء الخير، حياكم الله في قناتي على اليوتيوب. معاكم محمد دييغو، عشان اللي زعلانين على اليوتيوب. يوتيوب بس مي خالف، عاد تعود قاعد اقول يوتيوب عادي. يعني اليوم عندنا وصله جديده من شنو راح البس. خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. مثل ما شفنا بالانترو، وصلتنا اليوم شنو راح البس. دائما اسوي تصويت على انستغرامي اللي قاعدين تشوفونه هني، قاعد يتمخطر فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت. عموما هذا انستغرامي، اذا حابين عشان بنهايه الوصله تشوفون الصور محطوطين بانستغرامي، وهم دايركتلي تحت برابط الوصف في قناتي على اليوتيوب محطوط الرابط. خلينا نشوف التصويت اللي كان محطوط على الانستا. هلو جايز، مساء الخير. حق فقره شنو راح البس، نقوا بين المفتاحين اللي انا حاط لكم، رقم واحد ولا رقم اثنين، عاد كان معلق من ورا، نجهزهم حقكم. مثل ما شفتوا القطعه اللي فازت بالتصويت اكثر شيء هذه القطعه. عموما خلوني اخذ شاور ونبلش بوصلتنا التاسعه. يس التاسعه، التاسعه اي ثينك التاسعه. اوكي جايز، راح نروح ناخذ القطعة اللي فازت بالتصويت. كاهي هذه القطعة اللي نقيتوها اغلبكم بالتصويت. سو خلينا نشوف شنو راح يركب على هالقطعة المينونة صراحة. بس يبي لها ستيم شوي، راح اسوي لها ستيم هالمنطقة هذه. يا هذا هو الستيم، البخار عند الغولة. خلينا نشوف شو يركب معاها. اوكي الحين راح نشوف شنو راح يركب بنطلون مع القطعة. انا اقدر اخلي اللبس يصير شوي تروبيكال، يعني البس معاه بنطلون اخضر، لكن راح يصير عبارة عن سلة فاكهة. حلو الاصفر معاه، حلو الازرق معاه، لكن ابي شوي اخليه كلاسيك على شيك. سو اي ثينك اني راح اروح صوب الابيض، فراح اخذ هذا البنطلون. احب هذا الكولكشن، عندي منه ثلاث الوان وايد مريح. راح البس هذا البنطلون الابيض، عندي منه شورت بعد ترى يا جماعه، تدرون كاهو كنا موجوده هنا تقول اي كاهو، شوفوا الشورت كاهو، لكن ابي البس بنطلون مع هالبلوزه هذه، واكيد راح تكون تاك ان يعني داخل البنطلون. والحين راح ادخل اللذر اللي هو الجلد. احتاج شيء يكون بني، يمكن في بعضكم تستغربون ان شلون بدخل بني مع هاللون هذا، بس نطره وشوفوا النتيجه النهائيه. انا مستبشر خير ان شاء الله، ما اتفشل واغير بعدين اقول لكم غيرت. ما عندي نفس الطبقه هذه، وهذا الحزام احس راح يصير تو ماتش، ك ما ادري شكله حلو يصير، شكلي والله باخذ هذا، بغيت شيء انعم يكون ساده. بس يلا هذا 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 هو. اوكي اوكي، بقى عندنا الشوز. ادري يمكن قاعد تشوفوني قاعد اروح حق الوان معينه اليوم. والله ودي البس هذا، احس حلو مع اللوك. اتمرد يا جماعه، هذا طالبه من علي اكسبرس. ما ادري اتمرد البس هذا ولا البس كذي ولا كذي ولا جواتي لخيوط، خل افاجئكم. اوكي وتبقى عندنا الاكسسوارز. سو احتاج ساعة، ما راح البس بيضة، حللت الموضوع الابيض الفترة اللي طافت، ما نبي شيء من هذول، نبي ساعة. بس مو حلو اطقم كله عاد بني بني، ما ادري اي وحده اخذ لي ساعه سوداء هالمره، ايش رايكم؟ لان اي دونت نو، صدقوني يا جماعه ما ادري، شكلي باخذ جولد، يمكن اخذ هذه الساعه، هذه يا جماعه. غيرت يا جماعه، ما خذيت هذه الساعه، خذيت هذه، احسها البق مع اللبس، شويه فيها ابيض حلو مع اللبس راح يصير. الحين عندي اكسسوار لازم اخذه، لان من زمان ما لبست اكسسوار. سو راح اخذ هذا العزيز على قلبي، احبه 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 احبه،
هذا راح البس، ترى من زمان عندي اياه قديم بس احبه وايد. وبعد كل هذا يبقى عندنا الحقيبة، الجنطة. شوف انا ببالي شيء يعني اقدر اخذ هذه اللي فوق حلوة صح، بس قاعد افكرني اخذ هذه، احس هم حلوة راح تطلع باللبس. خل افاجئكم، يا هذه او هذه. يس اليوم قاعد اطقم بالالوان، قاعد امشي على حسب الالوان. تبقى عندنا النظارة، ادري وايد قاعد اخذ بني بس احس وايد احلى راح يطلع. يعني عندي هذه وعندي هذه وعندي هذه، قاعد اخذ الليبرت برنت، وعندي وايد اشياء بنية، فخل افاجئكم اي وحدة اخذ، يمكن هذه ما ندري، نشوف اللوك النهائي. اوكي جايز، قبل لا نسوي ريفيل الحين مثل ما انتم متعودين، عطر اليوم اي عطر راح ناخذ؟ صدقون مو ببالي ولا شيء، ولا شيء ببالي، ما ادري اي عطر راح اخذ. ما ادري يا جماعة، تصدقون ما ادري اي عطر اليوم راح ارش. يلا انت 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 تعال، يلا اليوم راح ناخذ الزارة نايت 2، هذا راح نرشه عطر اليوم. اوكي اوكي يا جماعة، جاهزين نسوي ريفيل حق اللوك؟ تا 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 اوبا، هذا اللوك مال وصلت. شنو راح البس اليوم؟ شوف شلون ركب البني معاه حلو، صار وايد حبيت، وايد وايد وايد. خلينا ننتقل على المنظرة الثانية اساس نشوف اللوك من فوق يعني. بس انتقلنا على هالمنظرة هذه يا جماعة، لان انتم تدرون المنظرة هذيك شوي تغبش، ما ادري ليش، يمكن عشان الاضاءة هذه اللي هني تعكس على اللي ورا فما يبين. عموما هذا اللوك، انا ترى ما احب بلايز البولو، بس هذه ما ادري ليش جي حسيتها حلوة، واحب احب سالفة التك ان نايس والله. والالوان حلوة شي باينابل فرايحية، صدقون لما الواحد يكشخ والله ان النفسية ترتاح، النفسية تصير مية مية. عموما خلونا الحين نروح نصور، والصور حق اللوك راح تلقونها وين؟ في انستغرامي، راح تلقونه تحت في الوصف، حاط لكم اللينك تقدرون تروحوا له دايركتلي. سو يا جماعة يلا ناطرنا ابراهيم، ليتس جيت جوينج. سوري يا جماعة، أدري مفروض الحين تلقوني مع إبراهيم، بس لأن نسيت شغلة باللبس. يا شلون طلعت حلوة مع اللبس اليوم؟ اللبس جبار جبار جبار، كتبوا بالكومنت ثلاث مرات جبار. Let's get going هالمرة for real. اوكي جايز، وصلنا حق لوكيشن التصوير مال اليوم، وطبعا مثل ما انتم متعودين اللي ماسك وصلات شو راح البس. هلو برهوم، شلونك؟ تمام مبدع اليوم اكيد، حبيت البيجيات مع الذهبي، في باور في باور. طبعا اكونت ابراهيم اذا تبونه وين تلقونه؟ دائما تحت هني مكتوب، هذا اكونت ابراهيم كويت ريد لاين. الاول ما لكم شغل فيه الحين، ما لنا شغل فيه، توتو احنا لنا شغل توتو توتو. هذا الاكونت، خلونا نشوف الكواليس. يلا ليتس جو. كذي تكون وصلت اليوم، شفتوا كواليسها وشفتوا كل شيء، كل الصور راح تلقونهم على انستغرامي اللي قاعدين تشوفونه هني تحت، برهم قاعد يطلع يتهزهز، وهم موجود الرابط في الوصف تحت بهالفيديو هذا. سووا فول على الانستغرام عساس
بالانستغرام نفسه احط لكم القطع اللي تصوتون عليها اساس تكون هي مفتاح اللبس حق كل فقره، مع ان ابراهيم كان مصوت حق السوداء. ايه راحت عليه. يلا حق المره الجايه احطها. المره الجايه حطها نشوف. اختار السوداء. ها المره الجايه يمكن شنو احط؟ شنو المفتاح؟ يمكن نحط كبوس. اوكي. ولا مرة تصدقها حطيت كبوس؟ ولا مرة صورنا. اوكي. وترقبوا ان شاء الله بعد الوصلة العاشرة راح نسوي فيديو مخصوص حق هذول السوالف. اوكي؟ نشوفكم ان شاء الله في وصلة قادمة، وبعد ما يخلص هالفيديو هذا راح تطلع لكم الدقمة الصفرة هني، إذا حابين نسوي سبسكرايب تنوروني على القناة، وراح تطلع لكم فيديوهات هني. استمتعوا. See you. See you. Much love and respect. محمد دييغو. مواه. باي باي.